السلام عليكم مريم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم سوف يكون عبارة عن جولة في مكتبتي. ما عرفتش واش درت هذا الفيديو في السنة الماضية، ولكن جاتني واحد الرغبة باش نديرو هاد البداية ديال سنة 2023. كما شاركت معكم فيديو أهدافي لهذه السنة، أنه لم أعد راضية كثيرا بالكتب اللي كنقراهم حاليا، وقلت ربما يوقع بعض تغيير على مكتبتي حتى هي، فبغيت نوثقها، خصوصا أنه مهم كيقولوا التغيير ما كيجيش ما بين يوم وليلة، ولكن واحد الوقيته غير شفت في المكتبة ديالي حسيت بأنها ما كتمثلنيش أنا حاليا، كأنها واحد تايم كابسول أو لا كبسولة زمنية لمريم ديال 17 عام. فكاينين كتب كثيرة في المكتبة ديالي من كتبي المفضلة، ولكن أغلبها ما كاينينش على المكتبة بحكم كنقرا ككتب صوتية، وأغلب لسبب ما أغلب كتبي المفضلة اكتشفتهم ككتب صوتية. فاش كنشوف مكتبتي، مهم الكتب اللي قريتهم ما كاينينش بزاف ديال الكتب اللي قريبين لقلبي، ومن الكتب اللي ما قريتش ماشي بزاف منهم كيعطوني الرغبة في أنني نقراهم. فما عرفتش واش هذا الإحساس غير لحظي وغيمر، ولكن على العموم بغيت نوثق المكتبة ديالي في هذا الوقت هذا. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف البلاي ليست ديال كاع البوك شيلف تورز اللي درتهم على مر الأعوام، وغادي تقدروا حتى نتوما تشوفوا التطورات اللي مرت بهم المكتبة. فهذا فيديو كما كنقول ديما ليا أنا شخصيا باش نشوف المكتبة ديالي والتغيرات اللي طراو عليها. كاينين كتب مشاو كتب جاو، عندي مكتبتين، الأولى هذه البيضاء من ايكيا بيلي بوك شيلف، وهذه اللي حدايا مكتبه عاديه ما عقلتش كاع ملي شريتها. فغادي خصني واحد الوقيته انني نشري بيلي بوك شيلف وحده اخرى، خصوصا انه هذه صغيره. باقي عندي البلاصه حاليا في نزيد الكتب، ولكن مهم بغيتهم باش يكونوا متشابهين، فغادي يجي واحد الوقيته اللي غادي ناخذ واحد اخر ان شاء الله. بالنسبه للتنظيم ما عنديش تنظيم محدد، ما عرفتش علاش السنوات الماضيه شنو كنت كندير، ربما لانه كانت عندي غير مكتبه واحده اللي هي هذه. ولكن حاليا التنظيم اللي كندير هو انه نفرقهم على حساب اللغات، اللغه الفرنسيه العربيه والانجليزيه. كننظمهم ايضا على حسب الحجم ديالهم، الاغلبيه كيكونوا كتب من نفس دار النشر حدا بعضياتهم لانه عندهم احجام متشابهه، وكننظم بعض الاحيان على حساب الكاتب. فما عنديش واحد التنظيم محدد اللي تقدروا تاخذوه وديروه بحالو، يعني على حسب الفايبز والمود ديالي كي داير، ولكن هذا هو افضل تنظيم درته حد الان، ما غيرتوش هذه السنه لانه راضيه به، وعندي بزاف ديال الاماكن شاغره للكتب جديده. فنتمنى تستمتعوا بالفيديو، يلا نبداو. هذه رؤيه عامه للمكتبه، كما قلت لكم كنفرق على حسب اللغه، فكاين هنايا كتب اللغه الانجليزيه حتى لتحتنا حتى لهذا الكتاب، ومن بعد كيبداو كتب اللغة الفرنسية حتى لهذا الرف هذا، ومن بعد كيبداو كتب باللغة العربية حتى لتحت. في كل رف غادي نذكر مثلا الكتب اللي مازال ما قريتش ومتحمسه ليهم، ولا كتب قريتهم وكنصحكم بهم. فمهم بعض الكتب اللي عندي عليهم ما يتقال باش ما يجيش الفيديو طويل. بطبيعه الحال عندكم الامكانيه انكم تحبسوا الفيديو الا بغيتوا تقراوا جميع العناوين. ففي الرف الاول كما كتشوفوا عندي هنايا سلسله هاري بوتر، عندي حتى الجزء الخامس، باقي ليا الجزء السادس والسابع. فانا يلا قريت الجزء هذا، وعندي سلسلة A Good Girl's Guide to Murder، أنا يلا قريت الجزء الأول A Good Girl's Guide to Murder، بقي لي الأجزاء الأخرين I really enjoyed it، فخصني غنكملها، ما عرفتش علاش مازال ما كملتهاش. Maybe when I'm in the mood. وبطبيعة الحال عندي سلسلة Percy Jackson، عندي Shadow and Bone Trilogy أو The Grisha Trilogy، I really want to read it but I'm not in the mood of fantasy lately. داكشي علاش. وعندي هنايا ثلاثيات 1Q84 by Murakami، كتشوفوا وصلت العام اللي فات، معرفتش واش كتشوفوا، لا وصلت العام اللي فات لهنا. I really need to continue ولا to carry on with it. معرفتش واش نكملها هاد العام ولا لا، but I need انني نديرها في بالي باش نكملها.
This next shelf is so random. ممكن تكملة ديال السلاسل مع سلسلة The Cruel Prince اللي عندي ثلاثة ديال الأجزاء وقريتهم كاملين. I have here Geekerella by Ashley Poston. It was a cute book but من نوعية ديال الكتب اللي ما غادي تعقلوا عليهم والو. من بعد I remember nothing from it but it's cute. وكاين The Invisible Life of Addie LaRue اللي I really really want to read it still. One of the few fantasy books اللي متحمسة ليهم. كنت كنسمع في انستغرام واحد ساوند اللي بزاف ديال الناس كيستعملوه and I really liked it. وفاش قلبت لقيت انه موخود من هذا الكتاب اللي خلاني متحمسة اكثر باش نقراه. ندوزو للرف الموالي اللي it's so satisfying حيت تقريبا كاع الكتب في نفس الهايت في نفس الطول. كما كتشوفوا هنا عندي all my Emily Henry books, عندي book lovers اللي I really want to read soon. عندي هنا يا الكتب ديال Rainbow Rowell مازال ما قريتش غير Carry On وكنظن انني ما غاديش نقراه. I think I'm gonna unhaul it. عندي هنا يا كتب Colleen Hoover, عندي ثلاثة November 9 It Ends With Us و Confess. قريت لها أربعة ولكن ما عنديش النسخة ديال Hopeless and I don't think I'm gonna buy it. ما غاديش نشريه because I didn't like it. إلا شفتوا الفيديو ديال أسوأ الكتب اللي قريت داك العام غادي تكونوا عارفين. مهم The Book Thief عفاكم ما تفكرونيش فيه حيت مازال ما قريتوش ماشي مشكل. بغيت نذكر لكم هنايا as a recommendation Turtles All the Way Down by John Green. واحد من كتبي المفضلة and I always recommend it وبزاف منكم قراوه من بعد my recommendation وعجبهم. وخا انا يا وقيلا قريته في 2019 ولا 2020 ما عقلتش ولكن باغا نعاود نقراه باش نشوف واش باقي الرأي ديالي عليه هو هذاك. But it was a really good book and it's so short. I highly recommend it. شنو كاين اخر هنا؟ كاين The Silent Patient by Alex Mikalidis whatever. كنت قريته ككتاب صوتي داكشي علاش كتبان النسخه الورقيه بقى جديده فباغا حتى هو نقراه وندير my annotations في النسخه الورقيه. It's one of my favorite thrillers. I always recommend it. واي thriller كنقراه كنقارنو به لأنه it was really good. قريت The Maidens but I didn't like it صراحة. It was so disappointing. وكنظن أنه بزاف ديال الناس متفقين في هذا الأمر وقيلا حيتاش كنقارنوه بزاف مع The Silent Patient. ولكن بالنسبة لي العلاقة ما بيناتهم فقراو هذا من الأفضل. ولو بغيتو تكتشفوا حتى الآخر ممكن حيت كاينين شي ناس عجبهم but for me it wasn't a personal favorite. ندوزو دابا للرف الموالي اللي كيحبسوا الكتب باللغة الإنجليزية. هنا عندي هنا عمل ديال جوجو مويس. عندي لها جوج ديال الأعمال ولكن مازال ما قريت لها حتى شي واحد فيهم but I think وي ما دايرهاش من الأولويات but I think I'm gonna start with this one لأنه الفيلم كان عجبني بزاف and I feel like rewatching it but I need to read the book حتى هو. عندي هنايا ثنائية مهم الكتب هنا يا راه are so squeezed ما عرفتش علاش ما درتهاش الفوق مع السلاسل but anyways nothing makes sense in my bookshelf. فعندي هالثنائية هادي ديال Daughter of the Pirate King و Daughter of the Siren Queen اللي تايا one of the few fantasy books اللي متحمسة ليهم حيتش قليل فاش كنلقى fantasy series اللي قصار يعني فيهم جوج ديال الأجزاء وحتى الأجزاء بنفسهم صغار. ف I think I'm gonna read it this year لأنها متحمسة لها بزاف. كاينين هنايا two great books To Kill a Mockingbird it's a personal favorite and then there were none by Agatha Christie يلا قريته في الشهر الأول ديال السنة and it was a really great surprise. وعندي هنايا كتب من Collins Classics. عندي two Dickens Great Expectations and Oliver Twist. عندي جين اير باي تشارلوت برونتي ومدام بوفاري دو غوستاف فلوبير. اللي متحمسه ليها بزاف هنا هي جين اير لانه كانت one of the Moroccan book club pick ولكن ما تحتش لي الفرصه انا شخصيا باش نقراها. بزاف ديال الناس كنثق في رايهم
عجبهم one of their favorite classics، فمتحمسة ليه. المشكل الوحيد هو أنه مو مشكل مع هاد الإديشن كاملة ديال كولينز كلاسيكس، هو أنه الخط صغير، ما توش كيبان ليكم، صغير بزاف، فما عرفتش. هو الثمن ديالهم رخيص صراحة، ولكن فاش كيكون هكا الكتب طوال والخط صغير I got so intimidated، خصوصا انهم كلاسيكس، فربما نشري شي اديشن واحدة اخرى زوينة لجين اير، وخدت هدير الكفر ديالها زوين بزاف. ودابا ندوزو الكتب اللغة الفرنسية. هنايا عندي كتب من اشي طنطوان، هادي لا فرانسي سي لو بولا، ممكن شحال مره بديتها وما كملتهاش، خاصني مع بزاف ديال الكتب ماشي غير هذا. اي نيد تو فيس ات، انه الى ما بقيت كنبداهم وما نكملهمش خصني نتخلص منهم. اتس ذا هارد تروث. فهاد الكتاب غادي نحاول معاه المره الاخيره، سينو غادي نتخلص منه. كاين عاوتاني هنايا لا سورسيير دو برانس ايلاند دو كيندال كولبير، ات واز ا ريلي جريت سيربرايز، كانت مفاجاه زوينه. ما عرفتش واش تقدروا تلقاو هذا الكتاب، ولكن الا قدرتوا تلقاوه ننصحكم انكم تكتشفوه، عجبني بزاف، واخا كنسى انني نعاود نهضر لكم عليه، ولكن كان زوين بزاف، ودي اتموسفير والجو ديالو كان زوين. ما عرفتش شنو هو العنوان بالان انجلش، فإلا قدرتوا تلقاوه سواء باللغة الأصلية ولا كنسخة مترجمة، نصحكم أنكم تكتشفوه. وفي الرف الأخير لهاد البوك شيلف هادي، it's so random، في بزاف ديال الكتب اللي غادي نتخلص منهم في واحد الفترة، ضروري خصني نقتنع بهذا الأمر. ولكن اللي نقدر نذكر هنايا هو عندي هنا واحد الكتاب ديال وادي حدادة، ايماجينيسي سي تي فري، كان كتاب لي زوين بزاف واسلوبه عجبني. هذا كان مجموعه ديال المقالات، فكنظن عنده روايه، خاصني نقراها لي ان شاء الله. غير ذلك كما كتشوفوا، خلي حتى من بعد نرجعوا، كاين سلسله لا غيغي لا بي، حتى هي ما كايناش مع السلاسل، ما تسولونيش علاش، لي I want to have enough time in my life باش نقراها، ما عادش نقراها باللغه الفرنسيه ولا لا. مهم، وكاين هاد تايني بوك واخا ان انجلش، كاين في هاد الشيلف، دائما كنوحل معاه فين نديرو، دائما ما كنعرفش كيفاش نصور هذا الرف حيت المكتبه عاليه بزاف. على اي، نتمنى تكونوا كتشوفوا شي شويه. كاين هنايا لو بيتي برانس دونطوان دو سانت اكزوبيري، اللي ضروري نذكرو لانه one of my favorite books، واحد من افضل الكتب اللي قريت. الامير الصغير باللغه العربيه. كاين عاوتاني هذا الكتاب مونج بري ام، اللي كنت قريته ما عقلتش، ولكن اللي عقل انني استمتعت به، وكنت نصحتكم به شحال من مره. وبطبيعه الحال خاصني نذكر لا فيغيتي سوغ لا فيراري كيبير دو جويل ديكر، راه شحال هادي ما هضرت لكم عليه، واحد الوقيته ما كنتش كنسكت تقول لي السلام نقول لك لا فيغيتي سوغ لا فيراري كيبير، فما عرفتش، عندي واحد الرغبه باش انني نعاود نقراه، ولكن الحجم ديالو ما مشجعنيش. داكشي علاش مؤخرا خديت كتاب اخر للكاتب، اللي هو لي ديرنيي جور دو نو بير، اللي كنظن انني غادي نقراه عن قريب، لانه الحجم ديالو صغر بكثير من لا فيغيتي سور لا فير اري كيبير. لا بلوم ديال لوتور كتعجبني، وبغيت نكتشف ليه اعمال اخرى. انصحكم ايضا بليترونجي دالبير كامو، اللي قريته العام اللي فات. انصحكم كنت قريت عملين مارك ليفي، ولكن انصحكم اكثر بايسي سي تي فري، كانت واحد المفاجاه زوينه بزاف. وصافي وقال هادشي اللي كاين هنايا. عندي واحد الاديشن زوينه بزاف ديال كروك بلون دو جاك لندن، اللي خديتها ب10 دراهم، مازال ما قريتهاش، ولكن كيعجبني نشوف فيها. وننتهي هنا مع الكتب اللغه الفرنسيه مع غيوم يوسو. عندي ليه هادو كاملين، كاملين قريتهم. عندي لي بعض الاعمال فقط اللي مازال ما قريتش، وبزاف منكم كيقولوا لي، خصوصا من بعد الفيديو اللي درت ديال اعمال عمرو عبد الحميد، كيقولوا لي بغينا فيديو مشابه ولكن باعمال غيوم يوسو. المشكل هو انه اعماله من نوع اللي دغيا كيتنساو، ف
تقريبا هادو كاملين ما بقيتش عاقله عليهم، خصوصا انني قريتهم هذه مده طويله، فخاصني نلقى شي حل باش نتفكرهم، وربما ندير لكم عليه فيديو، لانه ما بين الكتاب اللي بديت معهم رحلتي في القراءه. وعندي هنا ثلاث اعمال لامين معلوف، مازال ما قريتش ليه حتى شي عمل للاسف، واخا نقراه ليه، والا كنت غادي نبدا كنظن غنبدا بليون لافريكا، هو اكثر واحد يثير اهتمامي. فاللي قاري الامين معلوف يقول لي رايه حول الكتب ديالو مثلا باش نبدا، وانا مر مباشره للكتب باللغه العربيه اللي كيبداو من العبقريات، ومن بعد عندي كتابين لاحمد خالد توفيق، عندي كتابين لمصطفى لطفي المنفلوطي، قريت ليه العام اللي فات يمكن الشاعر، العام اللي فات قريت ليه الشاعر اللي شخصيا ما عجبنيش، جاني ممل، وحتى الاسلوب ديالو مقارنه مع مجدولين انا شخصيا ما جانيش شبيه بالاسلوب ديال مجدولين، فضلت الاسلوب ديالو في هذيك الروايه على الشاعر، وكانوا اوقات في هذه الروايه اللي عجبوني، ولكن اغلبيه ما عرفتش ما عجبتنيش على العموم. فعندي هنايا كتاب اللي اصلا مجبود هنا، مازال ما لقيتش ليه بلاصتو، واصلا كنقراه اللي هو على مقهى الوجوديه ليسارا بيكويل، كتاب اللي ضخم، ولكن من الكتب اللي كنت متحمسه ليهم كثيرا باش انني نقراهم هاد السنه. فشوفوا البوك مارك ديالي كي داير، انا غدا بشويه بشويه كنقراه، وفيه الصور، خصنا we need to normalize pictures in adult books. فعندي عندي هنايا هوت ماروك لياسين عدنان، فكنت قلت لكم بغيت نقرا اكثر في الادب المغربي، وبغيت نبدا بالكتب اللي عندي في مكتبتي اللي هما جوج، مهم كاين منهم هذا اللي كنت بديتو شحال هادي، ولكن بديتو في واحد العمر اللي صغير، واللي كنت كنبغي دوك الكتب اللي فيهم الاكشن، وهذا ما جانيش على ذوقي في ديك الساعه، فكنظن انه غيعجبني في هاد الوقيته هادي، فخاصني حتى هو ندير ليه الوقت. فهذا ما كان عندي هنايا اعمال احلام الصغان مي حدا بعضياتهم، اهو كاين عندما بكى نيتشه لارفين ديالوم، كنظن هضرت عليه بزاف في الاونه الاخيره. وانا مر للرف الموالي The Elephant in the Room My Pride and Joy اللي باقة من النهار اللي شريته وانا وضعهم بهذه الطريقة هذه، سلسلة ما وراء الطبيعة لأحمد خالد توفيق، بقى في ديك الفرحة الأولى اللي شفتهم وخديتهم كاملين بحال هربانة بهم، وجيت وحطيتهم في المكتبة ديالي بحال هكا، ما عرفت واش نخليه نقدر نخليها هكا، المهم مازال ما قريت شي واحد فيهم، ولكن عندي خطة باش نقراهم ان شاء الله من هنا لتما، عندي الأجزاء كاملين let's appreciate them a moment of silence of appreciation. وعندي هنا يا أعمالي الكاتب حسن الجندي، ما عرفتش واش هادوك كاملين، وقلا دوما اللي عندي راكم عارفين القصة ديال هاد الكتاب، دابا تشوفوا نسخة أخرى منه لتحت ما علينا. 19 الأيمن العتوم حتى هو من الكتب اللي بديتهم تقريبا ثلاثة ديال المرات، وما عرفتش علاش عمرني ما كان كنحس بالرغبة باش أنني نكمل هاد الرواية، ولكن هو واحد الكاتب اللي بزاف ديال الناس كيبغيوه، وأنا شخصيا فايتة بديت ليه هي صاحبي السجن، ولكن ما انتقش في الرأي ديالي ديك الساعة، كنت بديت شحال هادي وقلت أنه ما عجبنيش، فباغا نكتشفو حاليا وبهذا الذوق اللي عندي دابا. مهم كتشوفوا هنا أعمال اللي من البوكتيوب القديم، في ممر الفئران قريته حتى هو شحال هادي، فلتخفيري طبيعة الحال، في قلبي أنثى عبرية، يعني من دوك الأيام الخوالي، وكاين هنا مزرعة الحيوان لجورج أورويل. هتشوفوا هنايا حتى هما كاينين أعمال قدام بحال يعني كتب اللي قريتهم شحال هادي بحال أرتيكولا، وأعمال عمرو عبد الحميد، عندي هنايا أنتي خريستوس الجزء الثاني اللي مازال ما قريتش، أعماله الأخرى حتى هي ملائك ونصيبين وأرض السافلين اللي مازال ما قريتش. هاد الكتاب ضروري كنقول كل عام غادي نحيدو، ولكن ممكن نظن بلي غادي يجي واحد الوقت باش نحيدو. موسم وصيد الغزلان الغلاف ديالو زوين، ولكن دابا ولا عندي أغلفة أفضل، ف I'm not attached to the cover
فإذا ما كنتش كنحمل الكتاب ما يخصنيش نخليه في المكتبة ديالي، ربما يمشي قريبا. مهم انا شحال حاجه كنقول غادي تمشي وكنخليها معلينا. كاين هنايا كتب ديال دوستويفسكي، عندي هنايا المراهق، الابله، الجريمه والعقاب اللي يس مازال ما قريتش الجزء الثاني، ليتس موف اون. عندي كتاب اخر ديالو اللي هو المساكين، كتابين لمحمد صادق بقى عقله فاش يلاه قريت هذا كان عجبني بواحد الطريقه خياليه، ولكن انا عارفه الا قريته دابا غادي يجيني سو تشيزي، ولكن واخا كان عجبني ديك الساعه ودائما كتجيني الرغبه باش انني نعاود نقراه، ربما نديرها شي نهار. من الكتب اللي كنقول ربما يبقاو عاجبيني رغم هاد السنوات هادو كاملين. كنت شريت مؤخرا نسخه اخرى من 1984 فباغا نعاود نقراه، ما عرفتش وقتاش ولكن المهم هي الرغبه. فكاينين بزاف ديال الكتب المفضله عندي اللي باغا نعاود نقراهم، والاجزاء الثلاثة الاولى من سلسله مقبره الكتب المنسيه مع روايه ظل الريح اللي ولات واحده من افضل رواياتي، فالرف ما قبل الاخير، وقيلا ذا اونلي ديكوريشن اللي عندي هنا اللي هو واحد الماغ فيه ماي فينتج بوك ماركس، خديتهم من شيئين وصراحه زوينين، هما اللي كنستعملهم في الوقيته الاخرى. they look cool في on picture. بالنسبه للكتب هنايا عاوتاني so random، ما عندهم حتى شي معنى، ما منظمينش حتى من ناحيه الهايت، من ناحيه الطول. عندي هنايا الاعمال لالف شفق 3، بقى ما قريتش لها لقيطة اسطنبول، الف شمس ساطعة كانت عندي الفوق لانه واحدة من رواياتي المفضلة وكنت باغاها تبقى دائما تبان ليا، فماشي مشكل. بحال مثلا هاد الرواية ديال احمد خالد توفيق يوتوبيا خاصها تكون الفوق مع الاعمال الاخرى للكاتب. مهم كاين عندي هنايا تزمة مارت لاحمد المرزوقي، وخلا هو العمل الثاني اللي عندي من كتب الكتاب مغاربة، نقدر نكون خاطئة، يقدر يكون عندي عمل آخر هنا وما عقلتش عليه، فهادو هما اللي في بالي، هذا وهوت ماروك اللي باغا نقراهم. فهذا أعوام وسنين هو عندي وعمر ما جات نوبته، فنتمنى تجي عن قريب، له ولا مئة عام من العزلة. هذا الصراحة السبب الوحيد علاش ما قريتوش هو تخوفي منه، ولكن مؤخرا سمعت آراء اللي خلاتني انني نقتنع باللي الروايه ماشي صعبه الفهم والاستيعاب، ولات كطيح ليا في بالي بزاف مؤخرا، ربما ضرب ليا في الخوا ونجي نقراها شي نهار. كاين ايضا موت صغير حتى هو نفس الامر وقع ليا معاه، اللي دائما كنت متخوفه منه، ولكن دابا وليت كنزعم شويه على الكتب اللي كيخلعوني. عندي عمل لألف شفق اللي ما كاينش حدا خوتو، اللي هو 10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب، وحدة من أعمالي ولا من رواياتي المفضلة، ما كنهضرش عليها كثيرا ولكن كانت رواية جميلة جدا. هادشي اللي كاين عمل آخر لجابرييل غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكوليرا، ما عرفتوش نبدا به هو ولا بمئة عام من العزلة. وأخيرا الرف الأخير اللي حتى هو ما عنده حتى شي معنى، فيه الكتب اللي كبار لأنه هاد المساحة ما بين هنا وهنا راه هي اللي كبيرة، فحطيت فيها كتبي الكبار، كانوا هاد الكتب ديال الطفولة، كتب اللي كنت طبعتهم، دي بون ديسيني اللي انا كنبغي نقراهم ولكن كيكونوا غاليين بزاف، فواحد الوقيته لقيتهم رخاص في مرجان ولا كارفور، كنظن في كارفور، وشريت كنظن 3 وقريتهم لانهم كيتقراو دغيا، ما بقيتش عاقله عليهم، ولكن كنتمنى انه نلقى اكثر بثمن مناسب. وكتب اخرى اللي بعض منها ماشي ديالي اصلا وحطاهم في المكتبه ديالي، وهادشي اللي كاين. عندي هنا البوكس ديال هاري بوتر لانه جبدتهم من البوكس، صعيب انني نبقى كل مره نحطهم فيه ونجبدهم، ما كيبغيو يجبدوا لي غير ب 66 كشيفه، ولكن خليته هنا حتى نسالي على الاقل الاجزاء بثلاثة ونرجعهم فيه. وهنا كاين جاست سام جورنالز هنايا، وهنا ماي بوك سليف اللي كنستعملها دائما، فيها ماي سبلايز
فاش كنكون كنقرا البوك ماركس الستيكي نوتس الى غير ذلك. هنايا كاين عاوتاني واحد الماغنيتيك بوك ماركس ما بقيتش كنستعملهم ما عرفتش علاش. فكانت هذه هي مكتبتي اللي انا جد مفتخره وسعيده بها واللي كتوري العمل ديال سنوات وسنوات من القراءه ومن جمع وشراء الكتب، لانه انا ما كنعتبرش راسي قارئه فقط ولكن محبه لجمع الكتب. فنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. كانت معكم مريم، قراءه ممتعه.